السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم من جديد في قناتكم فريدة شمال. نتمنى تكونوا جميعا على خير وبخير، صحة جيدة إن شاء الله. في هذا الفيديو سنرى مباراة للتوظيف 660 مراقب مربي ذكور، وآخر أجل الترشيح هو 6 فبراير 2021 في المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج. على بالنسبة للإعلان ستكون يوم ابتداء من يوم 18 فبراير 2021 المباريات لتوظيف 660 مراقب مربي سلام 6 الموزعة على حسب الجدول اللي غادي نشوفه من بعد. وبالنسبة ل 25% هي كنسبة للمترشحين اللي عندهم هاد الصفات. هنا سيتم تعيين مترشحين ناجحين في كل مباراة للعمل حسب الحاجيات بالمؤسسات السجنية التابعة لجهة مركز مباراة المختار. يعني بالنسبة لمركز مباراة المختار غادي ديروه في التسجيل وغديروه في الطلب الخطة اللي غادي يشوفو من بعد. ولا يسمح للمترشحين الناجحين في هذه المباراة بعد تعيينهم تقديم طلب الانتقال إلى مؤسسة سجنية خارج الجهة إلا بعد انقضاء مدة 4 سنوات من العمل. يعني بالنسبة للمباراة اللي غديروا فيها الترشيح غتبقاو فيها مدة 4 سنوات، ما عندكمش الحق ديروا انتقال. بالنسبة للشهادات أو الدبلوم أو المهارات العملية المطلوبة، خص يكون المترشح حاصل على شهادة البكالوريا أو دبلوم تأهيل مهني مسلم من طرف مؤسسة التكوين المهني. بالنسبة للتخصصات كاين الكهرباء، كاين الترسيس الصحي، الحدادة والتمريض. في حالة توفر المترشح على مهارات عملية في مجال الرياضات الدفاعية أو على رخصة السياقة صنف سي والدي أو شهادة قضاء الخدمة العسكرية يتعين الإدلاء بشهادة تثبت ذلك. يعني بالنسبة للشهادة اللي عنده إحدى هاد الشهادات على كديروا التحميل مين كتجيو ديروا التسجيل للمباراة. بالنسبة للمؤسسات التي سيتم التعيين العمل بها، كاين المؤسسة السجنية الواقعة داخل مجال ترابي جهات الدار البيضاء سطات، عدد المناصب هو 100، وبالنسبة للمركز اللي غادي تختاره هو الدار البيضاء. على كاينة ديال الرباط سلا القنيطرة 100، وبالنسبة للمركز ديال سلا ديال تطوان الحسيمة عدد المناصب هو 100، وبالنسبة للمركز المباراة اللي طالبين هو 12. بالنسبة للجهة ديال فاس مكنا 60، على بالنسبة للمركز المباراة هو فاس. مراكش اسفي 60، بالنسبة للمركز المباراة هو مراكش. بالنسبة للجهة ديال الشرق 60، هي وجدة كمركز ديال المباراة اللي غادي تختارو بالنسبة اللي باغي وجدة. بالنسبة لسوس ماسة على 50، والمركز المباراة هو أكادير، الاختيارات غادي يكون. وبالنسبة للجهة ديال بني ملال خنيفرة 50، والمركز هو بني ملال. بالنسبة للسقية الحمراء 40، والمركز هو العيون. وبالنسبة لجهة ديال درعة فيلات المركز هو الرشيدية وعدد المناصب هو 40. بالنسبة لشروط المشاركة، أن يكون مترشح من جنسية مغربية، أن يكون متمتعا بالحقوق الوطنية وذا مروءة، أن يبلغ من العمر 21 سنة على الأقل و 30 سنة على الأكثر في 3 حينين من سنة إجراء المباراة. ويمكن هاد المدة ديال السن تمدد حتى 35 سنة. أن يكون حاصلا على شهادة البكالوريا أو شهادة تأهيل مهني، أن لا يكون مصابا بأي مرض أو عاهة، توفر على قدرة سماع الهمس عن بعد 50 سنتيمتر وصوت عال عن مسافة ديال 5 أمتار، أن توفر على قامة لا تقل عن 1.75 متر من غير حذاء، أن يتمتع بحدة بصر تثبتها 17/10 على الأقل بدون تصحيح، يعني بدون استعمال نظارات أو العدسات اللاصقة يعني غير مقبولة. على أن يلتزم كتابة بالعمل ضمن مصالح إدارة ديال السجون وإعادة الإدماج لمدة لا تقل عن 8 سنوات. يعني بالنسبة للمدة ما يمكنش يطلب استقالة وإلا عندها شروط من بعد. بالنسبة للطريقة ديال الترشيح لتعيين على المترشح، تسجيل بالموقع الإلكتروني للمندوبية العامة لإدارة السجون، راه غادي نخلي لكم هذا الموقع في الديسكريبسيون ديال الفيديو. ويحدد وجوبا مركز واحد للمباراة مراد المشاركة فيها، يعني بالنسبة لكل مترشح عنده الحق يحدد مركز واحد للمباراة مع رفع وثائق ملف الترشيح إلكترونيا. يعني بالنسبة للتسجيل غيكون فقط تسجيل إلكتروني يعني عبر الإنترنت فقط، الكل على حدة بصيغة ديال PDF
ابتداء من تاريخ نشر هذا الإعلان إلى غاية 6 فبراير كآخر أجل للتسجيل. بالنسبة للملف كيكون وثائق تالية، على كاين طلب ترشيح مكتوب بخط اليد موقع من طرف المترشح، يتضمن صورة حديثة العهد مع تحديد مركز المباراة المراد المشاركة فيها. على بالنسبة للطلب في الحالة على طلب خط يكون مكتوب بخط اليد، ويحتوي أيضا على صورة حديثة العهد، يعني بالنسبة للصورة الشخصية تكون حديثة العهد، زائد تحدد المركز ديال المباراة اللي باغي دير الترشيح فيها، يعني نفس المباراة المركز المباراة اللي غادي يكون في طلب خطي هو اللي غادي دير في التسجيل القبلي. النسخة مشهود بمطابقتها لأصل بطاقة التعريف الوطنية بيومترية، يعني خصها تكون هنايا كوبي ليغاليزي ديال سي ان بطاقة التعريف الوطنية. نسخة مشهود بمطابقتها لأصل شهادة البكالوريا أو دبلوم تأهيل مهني مسلم من طرف مؤسسات تكوين مهني أو ما يعادله، يعني بالنسبة للوثائق ستكون مصادق عليها، يعني ليغاليزي. نسخة من شهادة طبية مسلمة من أحد أطباء القطاع العام أو الخاص، وكتضمن وجوبا تاريخ التحرير، يعني ستكون فيها لادات اسم ديال الطبيب والكاشتي ديال الطبيب، ويكون فيها قياس ديال الطول وحدة البصر المترشح، يعني ديال العين اليمنى والعين اليسرى. نسخة مطابقة لأصل الشواهد التقنية أو الدبلومات المهنية أو رخصة السياقة سي أو دي. نسخة مشهود بمطابقتها لأصل البطاقة التي تحمي صفات مقاوم وغير ذلك. ترخيص من إدارة مشغلة التي لك المترشح موظف. نسخة من بيان كشف النقاط المحصل عليها في سند الحصول على شهادة البكالوريا أو الدبلوم. بالنسبة اللي عنده شهادة البكالوريا غدير بيان نقاط، يعني دير تحميل بيان نقاط أثناء التسجيل اللي حصلت عليه في البكالوريا، أو بالنسبة اللي عنده الدبلوم يعني غادي يدير بيان نقاط اللي حصل عليه في الدبلوم. نسخة مصدق عليها تثبت مدة الخبرة والممارسة المهنية بالنسبة للمترشحين حاصلين على شهادة التأهيل المهني. على نسخة مشهود بمطابقتها لأصل شهادة قضاء الخدمة العسكرية بالنسبة اللي عندهم هاد الصفة. على ترفض طلبات الترشيح غير مسجلة إلكترونيا، يعني بالنسبة اللي ما غاديش يدير تسجيل إلكتروني على طلب ديال الترشيح غيكون مرفوض، أو المرفوعة بوثائق غير مشهود بمطابقتها للأصل. على بالنسبه اللي غادي تحميل الوثائق وما يكونش ليغاليزي ما يكونش مصادق عليها، في هذه الحاله يكون ايضا طلب مرفوض، او التي تتضمن شهاده طبيه غير متوفره على المعطيات المحدده اعلاه او بها اي تشطيب. على بالنسبه للشهاده الطبيه راح تكون فيها معلومات صحيحه، وداك المعلومات اللي في الشهاده الطبيه هما اللي خصكم ديروهم في التسجيل، او يكون فيها شي تشطيب. اذا كانت مثلا فيها شي تشطيب في هذه الحاله غتكون غير مقبوله. الملحوظة هامة، على نظرا للظروف الاستثنائية التي تعرفها بلادنا بفعل انتشار جائحة كورونا كوفيد 19 والإجراءات الاحترازية المتخذة من طرف السلطات العمومية، على يمكن أن تخضع ملفات الترشيح لعملية انتقاء أولي لاختيار عدد محدد من المترشحين المقبولين الذين ستتم دعوتهم لاجتياز كل مباراة، وذلك على أساس التناسب بين العدد الإجمالي المترشحين وعدد المناصب المعتبرة بشأنها في كل جهة. يتم إلغاء الاختبار الكتابي الذي يشتمل على سؤال أو أسئلة عامة أو أسئلة ذات اختيارات متعددة حول قضايا ومواضيع اجتماعية أو اقتصادية أو إدارية أو ذات صلة بالشأن السجني أو بالمهام أو الوظائف المرتبطة بالدرجة المعتبرة بشأنها أو لها علاقة بالتخصص أو التخصصات المطلوبة، ومدة ساعتان معامل اثنان. بالنسبة للاختبار الكتابي تلغى على حساب الظروف الاستثنائية. سيتم الإعلان عن برنامج جميع اختبارات المباريات في موقع الإلكتروني للمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادات الإدماج. على مواد المباراة، على اعتبار الوضعية الوبائية، على ممكن اختبار في الرياضة، على في هذه الحالة يكون مواد مباراة في اختبار ديال الرياضة والاختبار الشفوي، يعني ما كاينش اختبار كتابي. بالنسبة للاختبار في الرياضة يتعين على المترشحين المدعوين لاجتياز اختبار الرياضة الحضور في الوقت المحدد، على مصحوبين ببطاقة التعريف الوطنية ومخطط القلب الكهربائي. على بالنسبة لهنايا اللي غادي ينجحوا في السيليكسيون غادي يشوفوا الاسم ديالهم من يعلنوا على النتائج، على خصهم مي بغاو يدوزوا الاختبار في الرياضة على خصو يكون عندهم مخطط ديال القلب الكهربائي الالكتروكارديوغرام او سي جي، على مصحوبهم بتقرير أخصائي في أمراض القلب والشرايين، على خص يكون عندكم مخطط وزائد الغفور. على خصكم أيضا خصكم عندكم هاد التحليلة ديال الهيموغلوبين الجليكي
مع رفعهما بصيغة PDF على الموقع الإلكتروني للمندوبية العامة، علما أنه لا يسمح للمترشحين باجتياز اختبار الرياضة إلا بعد موافقة اللجنة الطبية المعينة بقرار للمندوب العام لإدارة السجون، إعادة إجماج المكلفة بإجراء فحوصات متعلقة بالأهلية البدنية والنفسية للمترشحين. على سيتادير ما يمكنكمش تديروا مباشرة اختبار ديال الرياضة إلا بعد دوزو تيست، وعاد يمكنكم دوزو اختبار الرياضة، يعني دوزو على اللجنة ديالها وديروا لكم مجموعة من الفحوصات، عاد يمكنكم ديروا اختبار في الرياضة. بالنسبة لاختبار في الرياضة هو المعامل 2، غديروا تمارين رياضية لاختبار القدرة البدنية للمترشح على مزاولة المهام. بالنسبة للاختبار الشفوي يشتمل على أسئلة ومواضيع مختلفة عامة أو روائز بسيكوتقنية قيم مدى قدرة المترشح على ممارسة المهام أو الوظائف المرتبطة بالدرجة المعتبرة بشأنها. بالنسبة لهذه المباراة خاصة بالذكور فقط في حدود 60 دقيقة، والمعامل غيكون هو 4. أهل اجتياز الاختبار الشفوي أو التطبيقي، المترشحين حاصلين على معدل لا يقل عن 10 من 20 الاختبار الرياضي، ويتعين على المدعوين لإجراء هذا الاختبار إتمام ملف الترشيح بالوثائق التالية. على كاين نسختان مشهود بمطابقتهما لأصل بطاقة التعريف الوطنية البيومترية، يعني 2 ديال لي كوبي يكون مصادق عليهم. نسختان مشهود بمطابقتهما لأصل شهادة البكالوريا أو دبلوم تأهيل مهني. على هنايا 2 ديال النسخ يكونوا ليغاليزي، اما اللي عنده شهادة البكالوريا او اللي عنده الدبلوم ديال التأهيل المهني. الثالثة هي نسخة من بطاقة السوابق القضائية مسلمة من الإدارة الأمن، الإدارة العامة للأمن الوطني او السجل العدلي. نسخة من نهج السيرة الذاتية، هنايا غتكون الرفع ديالها على شكل PDF على الموقع الإلكتروني للمندوبية العامة، وشيك ملغى يجب رفعها بصيغة PDF على الموقع الإلكتروني للمندوبية العامة ايضا. على ملاحظة، سيتم الإعلان عن اللائحة النهائية للمترشحين المقبولين لاجتياز كل مباراة وتواريخ إجراء هذه المباراة بدءا من 12 فبراير. بالنسبة لاعتبار نشر اللائحة النهائية للمترشحين المقبولين لاجتياز كل مباراة بمثابة استدعاء بدءا من 15 فبراير 2021، يكون في علم المترشحين أن قبولهم النهائي مرتبط بنتيجة الفحص الطبي المجرى من طرف اللجنة الطبية المختصة، وعدم تسجيل أسمائهم بالسجل المركزي التأديبي لوزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة. هل يجب احترام الإجراءات الاحترازية المعتمدة من طرف السلطات العمومية لمواجهة فيروس كوفيد-19 المستجد والالتزام بالتدابير المتخذة. بالنسبة لطريقة التسجيل، نديرها إن شاء الله فيديو آخر باش ما يجيش فيديو مطول. إذا كنتم من الزوار الجدد، لا تنسوا دعمي باشتراك في القناة وتفعيل الجرس ليصلكم الجديد، وما تنسوش أيضا إذا أعجبكم الفيديو ديروا إعجاب بالفيديو. وكنتمنى التوفيق للجميع، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.